دكتور هبه، ازاي حضرتك؟ احنا متشرفين قوي ان احنا موجودين معاكم هنا في جامعه 6 اكتوبر كليه صيدله، خصوصا في قسم الاستخلاص، وحده استخلاص. حابه الاول اتعرف على حضرتك اكتر. دكتور هبه الجزاوي، اسوشيت بروفيسور اوف فارماكولوجي فاكولتي فارماسي اكتوبر 6 يونيفرسيتي. يو ار ويلكم. ميرسي، تشرفنا. Pleased to have you here in our research lab and extraction unit. ميرسي دكتور، احنا فعلا متشرفين بوجودنا هنا. قبل اجهزه بيوكي، ازاي حضرتك كنت بتستخلصي المواد اللي بتستخدموها في الوحده؟ كنا بنستخدم الميثودز العاديه، ان انا بضيق على الهوت بليت اعمل ايفابوريشن على الووتر باس، وده طبعا كان بيعرض المواد بتاعتي. اغلب الفايتوكيميكالز بتبقى حساسه للحراره في الميه، فطبعا كانت في حاجات بتتكسر، في حاجات بتحصل لها تشيرنج. بالنسبه للفصل بستخدم بقى الكولم، بفصل عليه اعمل له بيكنج، وبعدين اعمل ابلاي السامبل بتاعتي عليها، واعمل تي بي سي وامونيتور المواد اللي طالعه ايه. بالنسبه لللايفلايزر كان بصيد عنه، ممكن بتجيب فريزر حاجات زي كده، بس ما كانتش طبعا افيشنت، فكانت الخطوه دي اوريدي. او لو بحث انا عايزه استخدم فيه لايفلايزر، لا بتبقى مش هو ده الواي ان انا افكر فيه دلوقتي، كنت بستعيد عنه بحاجات ثانيه مش افيشنت طبعا، مش فكنت بلغي. اوكي، ايه اكتر حاجه فرقت مع حضرتك في استخدام البيوكي سيستمز عن الطريقه القديمه؟ قوة الاحتمال. مثلا الووتر باص، المحلة دي اللي بحط فيها الفلاسكا، كانت بيحصل لها تآكل. البامب ما قعدتش معايا، ما كملتش. النقطة اللي اقدر اذكر بيها توشي قوة الاحتمال بتاعته، اللي هو اللايف سبان بتاعه طويل. فدي حاجة بتكاركترايز الاجهزة بتاعت توشي. اوكي، ايه الحاجة اللي حضرتك حاسة ان ممكن تضاف لاجهزة بيوكي وتكون قيمة مضافة للمعمل؟ بعتقد بامكاننا ان احنا ندخل الذكاء الاصطناعي والماشين ليرنينج على السوفت وير بتاع الميديم بريشر، عشان يسهل لنا في البيوريفيكيشن والايدنتيفيكيشن بتاع فصل المواد الكيميائيه اللي موجوده في البلانت اكستراكت بتاعي. طبعا هو بيسهل ده لدرجه، بس هيبقى اسهل كتير لو اتضاف في السوفت وير بتاع الكروماتوجرافيك بلاتفورم، ان احنا بنتعامل مع كلاسز كتيره في البلانت اكستراكت، فلافونويدز، فينولكس، فده طبعا هيبقى ادد فاليو حلوه جدا بالنسبه لنا. برده كان في الروتا فيت بتواجهني مشكله ان انا لو بستخدم ماده فيها صابونين مثلا بتعمل فومنج كتير، بيبقى صعب ان انا استخدمها، بيبقى لازم ان انا واقفه امونه الجهاز قدامي. فلو في حاجه نستخدم فيها الاستراكشر بتاع الكوندنسر يكون اسهل ان انا اعمل له كليننج، او الفلاسكا يكون ليها، او ان انا احط دي فومر في الاستراكشر بتاع الكوندنسر، دي هتبقى تسهل لي العمليه جدا، وهتبقى احسن كتير بالنسبه لشغل. اوكي، بالنسبه لموضوع الاي اي، انا عاجبني قوي الفكره انه يبقى في حاجه داخله في الكروماتوجرافي، لانها هتساعد كتير طبعا. بالنسبه لموضوع الفومنج، احنا عندنا في الروتا فيبر ار 300 بيبقى في فوم سنسر بيتحط للناتشرال برودكتس كلها، اول ما بيحصل فومنج الجهاز بيوقف، فما يطلعش الحاجه للكوندنس، فدي حاجه ممكن تبقى الخطوه الجايه ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله جديده نعمل ابجريد للمعمل عندنا ان شاء الله. اوكي دكتور، بعد 9 سنين تقريبا او 10 سنين قصة نجاح ما بين بيوكي وجامعة 6 اكتوبر و LDY، حابة اعرف قد ايه بحث تقريبا طلعته؟ حوالي اكتر من 100 بحث. يعني أوكي. عندنا هنا الاستاف ما بين معيد بيحضر ماستر بي اتش دي والبوست جراد، لا اكتر من 100 بحث. من خلال بقى خبرة حضرتك طول السنين دي والماسترز، الطلبة اللي كانوا تحت حضرتك في الماسترز في الوقت الطويل ده، عايزة أعرف من حضرتك جملة أخيرة عن قصة النجاح دي باستخدام أجهزة بيوكي في الجامعة. بصراحة أكتر حاجة بتميز أجهزة توشي التحمل بتاعها، إحنا شغلنا طويل، بياخد وقت طويل، فهي بصراحة بتستحمل معانا كتير. كمان المانيبيوليشن بتاعها، يعني بستخدم الميديم بريشر، السوفت وير بتاعه ممتاز بيساعدني جدا، ف
فاكثر حاجه اقدر اقولها الديورابيلتي بتاعت الاجهزه. فبصراحه هي لا يعني هي فيديو تيب بتستحمل الشغل بتاعي، بتستحمل السولفنت اللي انا بستخدمها، اللايف سبان بتاعها طويل، المينتنس بتاعت الاجهزه برضو كويسه جدا، التيم من الفندر او الايجنسي هنا في مصر ممتازين. فاي كان يعني ارشحها لاي حد ميديكال ستودنت او في الفارماسي كوميونتي ان هو يستخدم الاجهزه بتاعت توشي. انا فخوره قوي انه المعمل كله اجهزه من الشركه. عندنا مجهز كوشي روتا فيب، وبعدين الفراكشنيشن ميديوم بريشر، اللايفلايزر. فاحنا يعني هي قصه نجاح مع بعض، احنا بارتنرشيب فور مور ذان 10 ييرز. فالحمد لله يعني احنا فخورين بالابحاث اللي احنا طلعناها، وفخورين بالكانديديت اللي بيطلعوا. الحمد لله كانت تجربة ناجحة الحمد لله. حلو قوي. اختيار موفق يعني برضو. حلو قوي. انتوا اسم شركة قديمة وليها اسم وليكوا جود ريبيوتيشن، فالحمد لله كان الاختيار كويس باذن الله. حلو قوي، ميرسي خالص يا دكتور.